بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير واجعل عاقبة أمرنا كلها إلى خير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح شأن أمتنا ووحد كلمتنا واجبر كسرنا وقوي أمرنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وإنا نسألك فرجا لكل واحد منا، اختر لنا الخير حيث كان وقدره لنا ورضنا به يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس علم مبارك تحفنا فيه الملائكة وتذكرنا فيه في الملأ الذين هم عندك. اللهم اجعله واصلا متصلا مباركا متقبلا إلى صحائف آبائنا وأمهاتنا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. حياكم الله جميعا أخواننا وأخواتنا الذين حضروا إلى المسجد بعد غياب، وكانت إجازة عيد طويلة ربما، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن نعود لكن لفترة ليست طويلة أيضا، أنا سأكون في إجازة قريبا جدا، لكن الآن نستمر إن شاء الله إلى أن يأتي وقتها ونتحدث عنها بأمر الله تعالى. وكنا قد بدأنا في سورة يوسف وانتهينا أخيرا عند الآية 14، والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن موقف، وهو إصرار إخوة يوسف عليه السلام على أن يذهب يوسف معهم إلى الترويح، يروح عن نفسه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. جاءوا وأصروا على أبيه أن يأذن لهم بأخذ يوسف معهم حتى يفرح وحتى يرتع وحتى يمرح، وزينوا لأبيهم حقيقة أنهم أمناء، أنهم أوفياء، أنهم ناصحون، أنهم له حافظون، وأنهم عصبة وأشداء لن يستطيع أحد أن ينال منهم ولو كان ذئبا. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فطفقوا حتى اقتنع أبوهم، ما زالوا بيعقوب عليه السلام حتى اقتنع أن يرسل يوسف عليه السلام معهم، وإن كان في بداية الأمر لا يريد ذلك، بل كان يتخوفه أو يتخوفهم عليه، كان يتخوفهم عليه بمعنى لا يأمنهم، لا يأمنهم. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وين رايحين فيه؟ هذا حبة قلبي حبيبي. وهذا أكثر ما أثار فؤادهم وأثار حفيظتهم، أنه يحب يوسف. يعني هم مشكلتهم أن أباهم يحب يوسف، ولو كانوا يحبون أباهم تمام الحب لأحبوا ما يحبه أبوهم، أي لأحبوا يوسف، لكن لا، الشيطان كمن لهم في ذلك المكمن، وحصل الذي كان يخشاه أبو يوسف ليوسف. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وبدأ الكيد على هيئة ماذا؟ إنه ليش يوسف محبوس في البيت؟ خليه يطلع معانا ويروح ويلعب وينبسط ويشم الهوى. ظاهر الأمر محبب وجميل، ومن لا يحب هذا؟ وأي أب هذا الذي لا يرغب لولده أن يذهب وأن يروح عن نفسه وأن يلعب وأن يرتع؟ كل الآباء يحبون هذا لأبنائهم، لكن بطبيعة الحال كذلك كل الآباء، على الأقل الآباء الذين يأمنون على أنفسهم ويقيمون حق الله تعالى في هذه الأبوة، يخافون على أبنائهم. أما ما بنفع أنت ترمي ابنك وتتركه هكذا، لا، لابد من المراقبة والمتابعة، لابد من الوعي، لابد من التنبيه، لابد من العناية، لابد من إظهار الأمان، لابد من إظهار الشفقة والخوف، هذا كله من حقوق الأبناء. ويعقوب عليه السلام أب، وتذكرون احنا قلنا عن قصة عمر بهاء الدين الأميري صاحب القصيدة، أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، قلنا قصة طويلة في هذه القصيدة، وآخرها يذكر فيها عاطفة الأبوة، كم هي عاطفة حقيقة ملأة بالشجن والحنان والحنين. يعني قصة هذا الشاعر، كان عنده أبناء وسافروا، فلما سافروا خلى البيت، لم يعد فيه أطفال يركضون ولا يلعبون ولا يكسرون ولا يخربون، ما أحلى تكسيرهم، ما أحلى تخريبهم، ما أحلى دوشتهم، بس يضلوا أمامي. لما غابوا وابتعدوا استوحش فكتب شعرا، كتب شعرا يصف فيه حالهم وكيف أنهم ما تركوا تفاحة إلا وقضموها، وهذا حال الأطفال، بيأكل قضمة وبترك الباقي، صحنا إلا أتوا عن آخره،
علبة حلوى إلا مسحوها وكأنها ما كانت، لا تبقي ولا تذر. وهك يتحدث عن حالهم ويحب هذا الحال أبناؤه، قطعة من فؤاده. ثم في آخر قصيدته، وأنا أعيدها وأكرر هنا لما فيها حقيقة من المعاني الجميلة، قال: ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب الدمع، فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب. قولك تبكي؟ أولادك سافروا وراحوا تركوك تبكي؟ نعم. قد يعجب العذال اللائمون، هؤلاء اللي ما إلهم سيرة إلا إيش، شوف شو بيعمل، شوف وين المرجلة. قال: قد يعذب العجال من رجل يبكي، وهو يجيب قال: ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكاء خور. ما تفكروا هذا البكاء الذي أبكيه أنا بكاء خوف أو وجل، هيهات ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال، أنا زلمة رجل لا يفت عضدي شيء، لكن إني وبي عزم الرجال أبو، أنا أب وعندي هذه المشاعر وعندي هذه الحنية، وتنعكس على بكائي البكاء الحق، لأننا سنعلم إن شاء الله اليوم البكاء المصطنع وكيف تميزه النفس. أين ضحك عليك؟ والله أجا واحد بكى أمامك، أو واحدة، وما أشهرهن وما أشترهن بتصنع البكاء، يعني إلا من رحم الله. نحن نتحدث عن الذين يتصنعون البكاء لا عن الذين يبكون بحق. بطبيعة الحال الذي نريده من تذكر هذه الحالة وهذا الموقف من أبناء يعقوب عليه السلام أنهم ما زالوا بأبيهم حتى اقتنع أنهم أهل للثقة، وهم ليسوا بكذلك، أنهم أهل للثقة. قد يكون يعقوب عليه السلام وقع، وذكرنا ذلك في الدرس السابق في آخر مرة، قد يكون يعقوب عليه السلام قد وقع في حيص بيص، بمعنى هو أمام أمرين أحلاهما مر، هو إما أن يرفض أن يرسل يوسف عليه السلام ويستعجل حقيقة أذاهم، يعني هو ممكن لا ممنوع تأخذوا خلص خلوا لي، ربما يكون أذاهم على المكشوف، بعدين على المكشوف الآن ربما هم يوارون، ربما بيخبوا فعلتهم، ما حكوا لأبوهم شيء، ما أظهروا لأبيهم شيئا بعد، فهم يضمرون الشر ليوسف لكن لم يفصحوا عن مداخل قلوبهم بعد. لكن إذا كان يعقوب عليه السلام قال لهم لا ما بيروح خلص خلوه عندي ممنوع، لو قال لهم ذلك لتحول الأمر من الإضمار إلى الإظهار، لصار اللعب على المكشوف، تصير حرب علنية. فيعقوب عليه السلام لا يريد أن يخسر يوسف عليه السلام وهو باق بين يديه، بمعنى قد يغتالوه وهو في حضن أبوه، وقد يؤذوه، قد يجرحوه، قد يقوم بأي فعل، والأب لا يحب أن يرى ولده يخدش ولو خدش، لا يحب، لا يأبى، يأبى ذلك. والأمر الثاني أن يقبل أن يذهب مع أولاده مع إخوانه، ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث من بعد ذلك أمرا، لكن اختار هذا الأمر في محاولة لإسكات غضبهم، وفي محاولة أيضا لعل الله يحفظ يوسف ويخرج من هذه المعمعة كلها. طبعا هو نبي، يعقوب عليه السلام نبي في أول الأمر، فبالتالي لا يغيب عنه الإيمان، ولا يغيب عنه التوكل، ولا يغيب عنه اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان قد نبه ولده أن الله سبحانه وتعالى إنما يدخر له أمرا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فهو يعلم تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ولده، وما هذه الرؤيا إلا بشارة أن يوسف عليه السلام سيصل إلى أمر يكون فيه ذا شأن، يكون فيه ذا قيمة، محفوظ بأمر الله تعالى، محمي بعناية الله سبحانه وتعالى، لذلك أرسله، وهو الأب الذي لا يستطيع حمايته لو أرادوا ضره أمام عينه. يعني لو أرادوا الأبناء حقيقة أنه يلعبوا على المكشوف ويضروا يوسف، هل يستطيع يعقوب أن يمنعهم وهو واحد وهم عصبة 11؟ كيف؟ يعني هؤلاء خلص وصلوا مرحلة من العقوق أنه مستعدين أحب شيء على قلب أبونا ناخده ونأذيه ونغيبه، يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. بمجرد أنك تتخيل أنهم ناقشوا هذه الأفكار، تخيل إلى درجة العقوق التي وصلوا إليها، إلى درجة الظلم لأبيهم والاعتداء على قلبه وعلى مشاعره التي وصلوا إليها. نهاية الأمر ذهب يوسف، لكن في آخر المحاورة أو المجادلة لنقل، لما قالهم أنه
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وشو قالوا؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة. لكن يعقوب عليه السلام شو قال في البداية؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. طيب وين ردهم على هذه الجملة؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. الشطر الثاني من الجملة، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. شو كان ردهم؟ قالوا لئن أكله الذئب. طيب وين ردكم على قول يعقوب عليه السلام، قول الأب إني لا يحزنني أن تذهبوا به؟ ليش ما ردوا؟ قال لأمرين، إما أنه ما عندهم كلام يقولوا، أو كبرهم وتعجرفهم أنه لسه ما زال بيحكي في حب يوسف. يعني أحيانا يعني إما أنهم خلص ما عاد عندهم كلام يعلقوا على هذه المشاعر لأنهم ليسوا بآباء، ما يعرفون ما يتحدث عنه الأب من مشاعر الحزن لفراق ولده، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم من كبرهم أنه إحنا كل مشكلتنا مع يوسف أنك أنت بتحبه، فأنت الآن تؤكد لنا هذا الحب. لا، فما ردوا، طنشوه، تجاهلوه وكأنه ما كان. أنه قال يحزنني أن تذهبوا به، طب ردوا على هاي، لا لا تخاف وأبشر ولا يحزن قلبك ولا عبالك رايح يلعب ويرجع الزلمة. لا لا، ما علقوا عليها أبدا. فإما أن تعليقهم لم يكن موجودا لهذه الجملة من يعقوب عليه السلام جهلا بهذه المشاعر، أو تجاهلا وإنكارا لحب أبيهم ليوسف عليه السلام. فأجابوا مباشرة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، إحنا 11 مش قلة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. يقول المفسرون وقد أثبتوا على نفسهم الخسران قبل حتى أن يخسروا يوسف، وهذا حق. هم أثبتوا على أنفسهم الخسران، لا أبوهم لقال ولا حدا، هم أنفسهم أثبتوا على أنفسهم الخسران لما قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. رح ترجعوا وتقولوا أكلوا الذئب معناته أنتم خاسرون، أنتم خاسرون، وأي خسران أكثر من هذا؟ تضحوا بأخوكم، ترموه هكذا في العراء، لا سبيل للحياة ولا سبيل للحفظ والعناية، والعياذ بالله. طيب الآن ندخل إلى فصل جديد، ولكن قبل أن ندخل به لابد أن نقرأ لعلنا إن شاء الله نستطيع الليلة أن نختم من الآية 15 إلى الآية 18 حول هذا الموقف وحول هذه الحادثة بتمامها قبل أن تأخذ القصة منحا آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، سبحان الله. الآن تم لهم ما أرادوا، أخذوا يوسف وذهبوا، والله تعالى يقص لنا هذا الفصل. انظر وتخيل، قال فلما ذهبوا به، حصلوا البدهمية، ذهبوا بيوسف وأجمعوا. وأجمعوا في أول الأمر لما قال أولهم اقتلوا يوسف، شو رد عليه واحد ثاني؟ لا تقتلوا يوسف، ما كانوا على قلب رجل واحد. لكن الآن اجتمعت قلوبهم على هذا الأمر، ألا وهو التخلص من يوسف عليه السلام بإلقائه في غيابة الجب. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا، أجمعوا بمعنى أزمعوا، اتفقوا. أنت بتقول أجمع أمره بمعنى دون أدنى ذرة شك، ما فيهم واحد شاكك،
كلهم متفقون تمام الاتفاق على تمام هذا الأمر كما يريدون. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. شو معنى غيابة الجب؟ وفي قراءة غيابات الجب. شوف أنت حتى لو نظرت إلى كيفية كتابتها هنا في القرآن الكريم، غيابة التاء مبسوطة وليست مربوطة، وإنما هي في اللغة غيابة بالتاء المربوطة غيابة، لكن هنا قال غيابة الجب بالتاء المفتوحة. وفي رواية قالون مثلا عن نافع قال غيابات الجب، في غيابات الجب ليست غيابة واحدة وإنما هي غيابات. معنى غيابة الشيء الذي غاب عنك، الشيء الذي خفي عليه. وهم أرادوا ليوسف أن يختفي عن العين، أرادوا ليوسف أن لا يظهر وأن لا يكون له أثر على وجه هذه الأرض، إنما في أدنى هذا الجب. وذكرنا الجب، الجب ليس البئر، البئر هو البئر المبني بيد بشر، الجب هو الحفرة في الأرض التي تجمعت بها الماء أو نبع منها الماء، فبالتالي أحيانا قد لا تكون عميقة، أحيانا قد يكون فيها الماء في مكان ما وفي مكان آخر شبه مغارة، وتكون كبيرة أحيانا، لكنها بطبيعة الحال لا تصلح للعيش، قد يكون فيها حيايا وأفاعي وعقارب، قد يكون فيها أمراض، قد يكون فيها أذى بغض النظر نوعية هذا الأذى، قد يكون فيها ظلام، قد يؤذي الإنسان نفسه حين يمشي في جنبات هذا الجب مهما كان كبيرا أو كان صغيرا أيا يكن. لكن الذي نعرفه ومتأكدون منه تماما أن الجب إنما هو في باطن الأرض وليس على ظهرها، فبالتالي إذا ما نزل فيها واحد اختفى، لم يعد يظهر على هذه الأرض، ولا يعرفه أحد ولا يعرف أين هو بطبيعة الحال، لأنه خفي غاب. لذلك قال وأجمع أن يجعله في غيابة الجب، في ظلمات هذا الجب، في سرادب هذا الجب، والله تعالى أعلى وأعلم. وأوحينا إليه، من الذي أوحى؟ الله. لمن؟ وأوحينا إليه، إليه هذه تعود على يوسف ولا على يعقوب؟ يوسف. طب يوسف لسه بعد ولد صغير، كيف رب العالمين بده يوحي إلى يوسف؟ هل كان يوسف نبيا في ذلك الوقت؟ لم يكن نبيا. طيب كيف يوحي الله إليه؟ أحسنت، مين قال الهام؟ أحسنت. الآن رب العالمين شو قال عن أم موسى؟ وأوحينا إلى أم موسى، هل معناها أن نزل جبريل عليها؟ لا، ليس بالضرورة، قد يكون، نحن لا ننفي ولا نثبت، لكن قالوا أوحى الله ليوسف هنا تماما كما أوحى إلى أم موسى. بعض المفسرين ذهب أبعد من ذلك، قال بدأت نبوة يوسف منذ تلك اللحظة، بدأت نبوة يوسف منذ تلك اللحظة. وحقيقة هذا بعيد، لأنه الإيحاء هنا أو الوحي هنا إنما هو الإلهام، الله سبحانه وتعالى أنزل على قلبه سكينة، راح أخبركم وجاي يوم وإن غدا لناظره قريب. الله تعالى ملأ قلبه سكينة وطمأنينة، إنه أنت راح تخبرهم بهذا، راح تذكرهم فيه هذا اليوم، مش هلأ بتركوك وبرموك في غيابة الجب، جاي الأيام وإن غدا لناظره قريب. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوسف، ألقى في قلبه طمأنينة وسكينة، أنك ماذا قال؟ وأوحينا إليه، أوحينا إلى يوسف، لتنبئنهم بأمرهم هذا، حذكرهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، في آخر السورة يقولها يوسف عليه السلام، ما فعلتم بيوسف وأخيه، تعالوا هون أنت وياه، يذكرهم، ولن ينسى هذا الموقف أبدا، ولن ينسى هذا التاريخ الأسود في حياته أبدا. يوسف عليه السلام قال لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي أمر؟ الخديعة والمكر والكيد ومحاولة استجداء الأب في خيانة، هذه خيانة وعقوق عظيم، خنتم العهد مع أبيكم وآتيتم وتخونون عهدكم معي، أنا الأخ الأصغر والذي يعني أولى بحبكم وأولى بتقديركم واحترامكم، يعني حب الأخ الصغير من حب الأب، يعني إحنا إذا كان الأب يحب هالشيء منحبه معه. يا أخواني الكرام، الحب أن تجعل نفسك طوعا للمحبوب. طيب أنت بتحب أبوك ولا ما بتحب أبوك؟ بحبه. معناته إذا بتحب أبوك بتحب اللي بيحبه أبوك، ولدينا شواهد كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما أكرر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي مرة إلى خياط من الأنصار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك العشاء، وذهب أنس بن مالك معه.
قال فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وضعت أمامه قصعة أو صحفة كما قال في الرواية، صحفة من الدباء بقطع اللحم. شو الدباء؟ اللي هو اليقطين، البامكن. الدباء هو اليقطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتتبع قطع الدباء للحم، مش اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ماذا؟ عن قطع الدباء في الصحفة. أنا أنس بن مالك ما بيحب الدباء، لا يحب اليقطين. قال لكن من تلك اللحظة التي وجدت نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أحببته. قال فما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع. ليش؟ كيف حب الدباء؟ يا رجل ما تزبط معنا إحنا الأيام؟ واحد ما بيحب المنسف تقول له مرتك بتحب المنسف، صحتين عافي ولا تعملي وأنا موجود ولا بدي أكله. نفس الشيء الكرشات، أكل ملوكي، لكن تلاقي مثلا الزوج يحبها الزوجة ما بتحبها، هلا بجوز بيطلع على نفتح منافسكم على الأكل. في ناس بتحبها في ناس ما بتحبها، في ناس بتشم ريحتها من كيلو متر وما بتقرب ولا يمكن. أقول لك أعوذ بالله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن شاء أكل إن لم يشاء لم يأكل، لكن ما بيقول والله هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كله نعمة من نعم الله تعالى. طالما أنه أكل حلال نعمة، والله عجبك تأكل صحتين وعافية، ما عجبك فليقل خيرا أو ليصمت. شو طاب خليه طاب، هو ما في إلا الكذا والكذا، هو هذا بتاكل. نعم بتاكل، هذا الذي ربما بالنسبة لك لا شيء، بالنسبة لغيرك في مكان آخر من العالم كل شيء، ربما يكون والله أفخم أكل ممكن يذوقوا في حياتهم. لذلك لا تستصغر نعم الله تعالى، لا تستحقر نعم الله تعالى عليك. الشاهد من القول نحن نقول اللي جابنا إلى هذا الموضوع أنه أنت الآن لو كنت تحب أحدا تحب ما يحبه، تحب الله. طيب برهن كيف؟ ليراك الله تعالى في المواضع التي يحبها، في المواطن التي يحبها. وماذا يحب الله؟ يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحبك أن تصلي، يحبك أن تصوم، يحبك أن تطيع، يحبك أن تكون قريبا من والديك، يحبك أن تكون صادقا مع نفسك مع الآخرين. هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. يحبك أن تحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تتبع سنته، هذا الذي يحبه الله. ليراك الله إذن في هذه المواطن إذا كنت حقا تحب الله تعالى. قال تعصي الإله وأنت تضمر حبه، أظن تضمر الجملة، ربما تعصي الإله وأنت مش تضمر، لا تدعي، بمعنى تدعي وأنت تظهر حبه. إن ذاك لعمري في القياس شنيع شنيع، أظن نسيت لمن هذه الأبيات لكن مشهورة. الشاهد كيف أنت بتحب رب العالمين وتعصيه؟ كيف تحب رب العالمين وبتعصيه؟ أبدا. لا هذيك قصيدة ثانية، هذيك قصيدة ثانية. اللهم صل على محمد. جوجلها دور عليها. تعصي الإله وأنت تظهر حبه وأنت تظهر، أظن تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا محال في القياس بديع. وكمل. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بس أنت إذا بتحب رب العالمين تطيع رب العالمين، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أطع قول النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب زوجتك إذا قالت لك ارمي حالك من الشباك وعك، قلها معقول تتخلي عني بهالسهولة هاي؟ لا إن شاء الله أن رب العالمين يعني لا يجلب لكم إلا الخير والبركة وأن يملأ بيوتات المسلمين بالسكينة والطمأنينة. الآن أذكر أحد الشعراء رحمه الله رحمة واسعة، ربما حاكى هذا المعنى، قال آية الحب اتباع. الدليل على الحب أن تتبع. آية الحب اتباع وارتقاء وانتفاع، إن من يهوى أطاع وخطى الحب اقتفى. إذا كنت بالفعل تحب وتهوى النبي صلى الله عليه وسلم وتهوى الله، فرجينا الدليل، أين الاتباع؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ أين الله في حياتك؟ أين منهج الله في حياتك؟ أين أمر الله في حياتك؟ هذا الدليل على حبك لله سبحانه وتعالى وعلى حبك لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منقول هؤلاء لو كانوا بحق حريصين على حب أبوهم، هم إيش بدهم؟ بدهم يوسف يبتعد عن وجه أبيهم حتى تخلو الساحة لهم، لأنهم يحبون أباهم. لو أحبوا أباهم
كمال الحب لقاموا بخدمة يوسف، لتقربوا إلى قلب أبيهم بخدمة يوسف وبحب يوسف، لكن الشيطان وسوس لهم، لا زيحوه عن طريقكم وروحوا بعدين. وقلنا أنهم أضمروا التوبة قبل مباشرة الذنب، وهذا استهتار، أنه إحنا خلاص يخلو لكم وجوء وتكونوا من بعدي قوما صالحين، خلونا نروحوا بعدين إن شاء الله منتوب ومنستغفر. يا لطيف، أنت عارف أنه هذه مصيبة وأنت عارف أنه هذا ذنب، لكنك مصر علي، تقول آه بس أعمل هذا الذنب بدي أتوب. طب وإذا روحت نفقت من هذه الدنيا قبل أن تتوب، ماذا تفعل بنفسك؟ من يضمن؟ لا أحد، لا أحد يضمن. فهذا استهتار بالله والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هم حقيقة يأخذون يوسف الغلام الصغير الذي لا مقام له في قلوبهم، هم مش سألين عنه، هم مو شايفينه. كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى أعمى قلوبهم فلا يروا الحق، ولا يروا أنهم يتخلون عن فؤاد أبيهم وحبه وفلذة كبده يوسف، وهم لا يشعرون. هم مش عارفين أنه هذا اللي عم بحطوه في غيابة الجب نبي ومرسل وسيوحى إليه وسيعود وسيرجع. بل أقتبس هنا من قول الشيخ أحمد نوفل حفظه الله في تفسير، وإحنا قلنا نستند في كثير من اللمحات واللطائف على كتابه سورة يوسف، لمحات تصويرية، يقول فيها الذي سقط في الجب ليس يوسف إنما إخوته، والذي ارتفع وعلى شأنه يوسف. شوف انقلبت الآية، هم ظنوا أنهم بوضع يوسف في غيابة الجب سينقطع ذكره وينتهي شأنه، لكن الذي انقطع شأنه وانقطع ذكره بطبيعة الحال هو إخوة يوسف، لا يذكرون إلا في موقع الذم للمدح، بينما يوسف عليه السلام سيرتفع من أدنى الأرض إلى أعلى الأرض، إني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الأرض ويتولى هذه المكانة. شوف ربك، أرادوا ليوسف أن يختفي ذكره عن الأرض فرفعه الله سبحانه وتعالى في أعالي الأرض. لا، إيش صار؟ متحكم ومالك وخزائن، تصرف تحت إيده على كيفك. شوف سبحان الله المفارقة العجيبة. ليش؟ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الأمر لله، الأمر في نهاية المطاف لله. وذكرنا أذكر في المرة السابقة، كلنا جزء من قدر الله في هذه الأرض، كل واحد فينا، كلنا قدر الله في هذه الأرض. كيف؟ ما بتعرف، لما يقوم الحدث وتنشأ الحادثة تعرف أنك قدر الله تعالى. إحنا جينا إلى المسجد حتى نعطي هذا الدرس، نحن قدر الله تعالى في إعطاء هذا الدرس. وبعضنا ربما نوى ذلك لكن الله قدر له أمرا آخر، نام، راحت عليه الصلاة وراح على الدرس، فقدره أن يبقى نائما في بيته وأن يفوت الدرس، بينما الذين حضروا كان قدرهم أن يأتوا. هل كنتم تعرفون أنكم ستحضرون إلى هنا؟ لا، نويت، لكن ما فينا واحد عرف أنه سيحضر إلا بعد مجيئنا. لما صرنا هون اكتشفنا أنه رب العالمين قدر لنا أن نأتي، الحمد لله على قدر الله أن وفقنا وأكرمنا، نسأله أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يبارك لنا بها وأن يتقبلها منا، بينما يصرف آخرون أو ينصرفون بمحض إرادتهم. وإرادتهم في تلك اللحظة ستكون قدر الله. كيف؟ كيف إرادتهم قدر الله؟ نعم، لأنه إرادتك جزء من قدر الله. وضربنا مثل الزواج، قل لك قسمة ونصيب، قسمة ونصيب وقرار واختيار، اخترت ومشيت باتجاه هذا القدر فكان قدرك، وإلا ما بيقول والله قسمة ونصيب، وكأنه يعلق الأمر أنه رب العالمين أجبرني أتزوج هالبنت هاي وبدأ أتحملها، شو بدي أعمل؟ أو العكس، الله أجبرني بهالزلمة بدي أتحمله. لا، هذا قرار. مين اللي قال للزلمة تفضل أهلا وسهلا؟ ومين اللي قرأ الفاتحة؟ ومين اللي قال مبارك؟ ومين اللي انبسط وعمل عرس وطنة ورنة؟ أنتوا. فبالتالي هذا قرار ولا مش قرار؟ لو قالت ما بدي أتزوج وبطلت، ما حدا بيجبرها الأصل. يعني إذا في آباء بيجبروا بناتهم على الزواج قول لهم لا وقف، أنت يعني الآن إذا أجبرتها اليوم بكرة بتكون سبب تعاستها، بتدعي عليك، والله بتدعي عليك، وحقها أمام الله عظيم. ما بصير يعني الزواج ما فيه إجبار، والله ابن عمك أولى فيك، والله لا ابن عمها ولا ما أولى فيها، الإنسان الصالح صاحب الدين صاحب الخلق هذا الأولى فيها. أما الله ابن عمها، طب ابن عمها سرسري حفرت لي بعيد عنكم نرميها عنده؟ لا والله ما بيشوف ظفرها، إلا يكون صاحب خلق وصاحب دين وترضاه لنفسها. أما إذا ما رضيته قل لها إيش، والله ابن العم بينزل عن الفرس مش هيك بيقولوا،
صح؟ من وين لوين؟ من وين يا أخوي؟ بأي صفة؟ بأي صفة؟ شو ابن عمها يعني أنت مالك رقبتها؟ المشكلة مش هون، المشكلة الأب هذا. أنت شو قيمتك إذا بتسمح لابن عمها يقرب ويقول آه والله أنا برضى تتزوج ولا ما برضى تتزوج؟ أنت وين ولايتك اللي الله أعطاك إياها؟ مسؤوليتك اللي الله حملك إياها؟ الأمان اللي رب العالمين حملك إياها وينها؟ قال ابن العم بينزل عن الفرس. ابن العم ابن استغفر الله العظيم محمد بيحكي كلام في آخر النهار يعني، لكن هذا ما له دخل في الدين إخوان الكرام، بل على العكس الدين يخالف هذا. إذا ابن العم عنده دين وعنده خلق بيعرف كيف يطرق الباب مثله مثل أي حدا. أما الله لأنه ابن عمها يجي يأخذها ويحل ويربط، لا، ابن عمها بكرة بصير بضربها وبقول لك ما حدا بيحكي لأنه إيش من العيلة. لا، بدك تأخذها بحق الله وعلى سنة رسول الله حياك الله. أما غير هيك ما في. ابن عمها الأصل أن تكون أنت أولى الناس أنك تحفظها، مش أول واحد يضيعها بس لأنك ابن عمها. فدير بالكم يا أخواني، والله هذه من جاهلية هذا الزمن. إن شاء الله أنها تكون يعني اندثرت أو قاربت أن تندثر، لكن الله بتتفاجأ تسمع قصص عجيبة غريبة. طيب نرجع، خلونا في يوسف عليه السلام أحسن. فيوسف عليه السلام الله أوحى إليه إلهاما، بث في روعه أنك ستنبئهم بهذا الذي فعلوه وهم لا يشعرون، هم لا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى يخطط ليوسف أمرا حتى يصبح ويصير ويتصير على قولتنا. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، راح بعد ما راحوا غابوا رجعوا عشاء. قال وجاءوا أباهم، رجعوا عشاء. شو معنى عشاء؟ قال في آخر النهار بعد أن أرخى الليل سدوله وأظلمت السماء. طيب هل جاءوا في ذات اليوم ولا جاءوا بعد كم يوم؟ شو رأيكم؟ إحنا الآن لو أردنا أن نعرف حقيقة الأمر اقرأ الآيات اللي بعدها. يعقوب عليه السلام استسلم، لو كانوا أجوا في نفس اليوم يعقوب عليه السلام كان خرج وبحث عنه. قال وجاءوا أباهم عشاء يكون، قال جاءوا بعد أيام. طبعا هذا افتراض، لكن افتراض له جزء من الصحة بناء على سرد الأحداث، لأنه لو كانوا في نفس اليوم رجعوا كان يعقوب عليه السلام ما سكت لحظة. ليش؟ لأنه كذابين، وراح تشوف الدلائل الواضحة. هم أنفسهم شهود على كذبهم، هم أنفسهم هؤلاء الإخوة كانوا الشهود على كذب أنفسهم، وسنرى الدلائل على ذلك. لكن الذي يهمنا الآن، وجاءوا أباهم عشاء يكون، اختاروا أن يرجعوا إلى أبيهم في وقت المساء، في وقت الظلمة. ليش؟ لأن الليل يستر، ما في أضواء ولا في أنوار، لا بيشوف تعاليم الوجه ولا بيشوف هالدموع المصطنعة عليكم السلام ورحمة الله، ولا بيشوف هالخيانات تظهر و يعني مثل ما بيقولوا على سقطات ألسنتهم وعلى سقطات وجوههم. أنت بتدخل عليك ابنك أحيانا قل له صليت، قل لك آه صليت، لكن بين عليك أنك ما شاء الله مصلي تراويح كمان مش بس مصلي، صليت وهو بيهز في راسه، وعلامات الكذب معروفة، بصير بيلف وجهه ما بيحط عينه في عينك، بيمسح على ركبته، بيهز وكذا، بيحاول يشتت حاله، بيحك راسه، كلها علامات بالكذب هذه. أم والله إنسان صليت يا ابني، آه الحمد لله صليت. طبعا في ناس شاطرين حتى في الكذب، شغلتهم يا لطيف، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن لا يكذب. المؤمن يسرق؟ نعم. المؤمن يزني؟ نعم. المؤمن يكذب؟ قال لا، المؤمن لا يكذب. تغيير الحقائق هذا شنيع في دين الله تعالى، لا يمكن أن يقبل. قال وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا لطيف. في المقابل وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مش صادقة، لا، صديقة، يعني متفعل مبالغ في الصدق، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو سيدنا في هذا، سيدنا في الصدق عليه رضوان الله تعالى وسلامه. الشاهد وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يا بابا لحقنا، شو صار معنا. هم ما كانوا بيبكوا، هم كانوا يتباكون لا يبكون، لكن الله تعالى وصف الفعل. طب ليش قال يبكون بصيغة المضارع؟ قال لأن بكاءهم لم يكن يتوقف، كل ما سكتوا يجدد البكاء، بدهم يضبطوا الكذبة، فيصطنعون البكاء، يخترعون البكاء، فبالتالي لا يتوقفون عن هذا البكاء، كل ما سكتوا يرجعوا يبكوا. يا والله يا بابا مش عارف ايش، بعرفش أمثل أنا يعني. الشاهد كل ما وقفوا بدهم يرجعوا. فلذلك الله سبحانه وتعالى وصف لنا هذا الأمر، جاءوا في الليل
حتى لا يظهر عليهم أثر كذبهم، عتمة وظلام وبكاء، فهو عم بسمع بجوز حتى ما في دموع، بس افتراض النحيب. وليست النائحة كالثكلة، هذا مثل عربي فصيح. شو يعني وليست النائحة كالثكلة؟ لأن كانوا أيام زمان إذا مات واحد يروحوا يستأجروا شوية نسوان ويحطوهم عند القبر. ليش؟ في موجودين هالأيام يا لطيف، بيروحوا بيستأجروهم بيوقفوهم عند القبر وكذا عشان يبينوا أنه منحبه كتير لهالميت هذا. طبعا هم بجوز ما صدقوا خلصوا منه، فالمهم بدفعوا لها، خذي نوحيلنا والله بعشر دنانير ولا بعشرين دينار، بتروح وبتلطم وبتشق ثيابها وكذا. هي نائحة تنوح وتبكي، تبكي من قلبها عشان المصاري. لكن الثكلة الأم التي تفقد، أو حتى الزوجة الأرملة التي ترمل إذا ما بكت على زوجها وكان زوج حبيب وقريب، لا بتفرق يا أخي، بتفرق. حتى أحيانا بجوز بتلاقي الأم الثكلة ما بطلع صوتها من 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 هول الصدمة، من شدة الحزن بجوز ما يطلع صوتها. لا أزيدكم الشعر بيت، والله يا أخوان الكرام أحيانا في بعض الأمهات لما يموت حدا قريب لقلبها، خصوصا إذا كان ابن أو بنت، ما بتبكي، مش لأنها ما فيها شعور، لا لا لا، من هول الصدمة تفقد حتى الحس بالبكاء، من هول الصدمة يا أخوان الكرام، يعني خلص مش عارفة شو تعمل، تفقد المشاعر والسيطرة على الحال، بتصير وكأنها في عالم آخر لا تقوى على شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا بدك تعرف حالك من أهل الصبر ولا لا، لما أجاك الخبر كيف كان ردة فعل؟ يا رب ليش أنا ومش عارف إيش، ويبقى يسقط ويشتم. لا لا، بينما إنسان الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، تلاقي رب العالمين نزل عليك برود عجيب. هذا هو الصبر. هؤلاء هم المهتدون الذين أخبر الله تعالى عنهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله هداهم إلى هذا الصبر. الشاهد هؤلاء جاءوا واصطنعوا البكاء، وجاءوا في الليل إلى أبيهم حتى لا يظهر الليل إيش خبثهم وخيانتهم وادعاءهم فيما يصطنعون. نكمل، ما توقف الأمر هنا، كانوا يتباكون. وأنت بإمكانك أن تميز البكاء بتصنع والبكاء بخشية وبحق. يعني شريح القاضي أحد أعلام التابعين كان قاضيا، جاءته امرأة وليست صاحبة حق فطفقت تبكي، فحكم عليها، حكم عليها. ولما سئل يا إمام كانت تبكي، قال إخوة يوسف بكوا على يوسف وهم اللي ودوا في داهي. إحنا كل واحد بكي بدنا نصدقه، وسامحوني خصوصا أخواتنا النساء بيبكوا على الصغير والكبير، فبالتالي البكاء بالنسبة لهم غريزة. يعني ربما بكاء الرجل أصعب، بكاء المرأة أسهل، وبكاء الصغير أسهل من بكاء المرأة. مش كل واحد بكي والله تعال تفضل حقك علي، خلاص ما هو بيجوز يكون البكاء هذا وسيلة لتحصيل ما ليس لهم فيه حق، قد يكون وسيلة لتحصيل ما ليس لهم فيه حق. فالأصل أن لا نمكنهم في هذا، الأصل أن لا نقويهم على هذا، ونحاول أن نميز بين البكاء الحق وبين البكاء الباطل. هكذا الأصل. سيدنا عمر بن الخطاب شو بيقول؟ المؤمن كيس فطن، مش كيس قطن، دير بالكم، كيس فطن صاحي، لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما تفكر حالك تضحك علي والله بدمعتين، ولا تيجي تترجل والله وأنا ومش عارف إيش. في ناس تخصص يا أخوان الكرام، تعرفوهم المتسولين الشحادين في بلادنا، بتوقف ما بتخلي لك دعاء، بتجيب لك أدعية من تحت الأرض، إذا أعطيتها إذا ما أعطيتها يا لطيف خذ على قاموس مسبات ما الله به عليم. طب وين أنت كنت بتدعي وكنت ما شاء الله أتقى الأتقياء؟ لأنك ما أعطيتها، لأنك ما أعطيتها، أعطيها شوف تغدق عليك. وكيف الله بده يتقبل منك وانت سارق حقوق الناس واموال الناس وقصص واسمع وخراريف خرفوك، وبيجي بوقف في نص الجامع، يا جماعه الخير والله انا مكسور علي ومش عارف ايش. طيب وقفنا بعد الصلاه قلنا له تعال يا ابو فلان وين ساكن؟ والله ساكن في المنطقه الفلانيه. طيب تفضل احنا وياك على بيتك. راحوا على بيته، دقوا الباب، فتحت مرته الباب، شو يا ابو فلان مين هدول؟ في الجامع والله وقفت اطلب في الجامع. شو لميت في الجامع؟ 30 دينار، ارمي لهم اياهم بدناش اياهم. طلع الزلمه بلم في اليوم 300 400 دينار، فرق معهم 30 دينار؟ انه ارجع جايب لي جماعه عشان 30 دينار؟
مرته طرته من الدار هو والجماعة اللي جابه. هذه قصة يعني لقريب لي شهد عليها. وما أكثرهم بيروحوا بيحطوا حالهم في مواقع في وبتجي بعدين السيارات الفارهة بتلمهم عصابات يا أخوان الكرام. التسول في زماننا هذا عصابات. لذلك يحذر الإنسان أنه ما يقوي هؤلاء. لكن ما منقول والله أنه كلهم كذابين، قد يكون بينهم صادقين. لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا أحوال المتعففين شو قال؟ لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. بالعكس حتى هو محتاج يقول لك والله الحمد لله مستورة، الله كافينا. عاد هو من جوه قلبه بتقطع، مش لاقي اللقمة، مش عارف كيف يمشي أموره لبكرة، بس خلص يؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه إذا في رزق الله سيسوقه. لا يحاول أن يكون عال على الناس وأن يمد يده، وعنده عزة نفس، عنده عزة نفس. طبعا في ناس يعني سبحان الله ابتلوا من شدة البلاء أباحوا بهذا، ما في حرج، لكن ما يتخذوها وسيلة للتعيش ووسيلة الآن بطلت حتى وسيلة للتعيش، الآن صارت عصابات، عصابات رسمية إخوان الكرام. ويعني يتفننون، تعرفوا أنه أحيانا بيروحوا بيستأجروا الأطفال الرضع من أمهاتهم. يعني شوف كيف صار العصابات تشتغل مع بعض. فلانة عندها ولد رضيع، تعطينا إياه يوم يا فلانة بمئة دينار، أخذوا هاي رضعاته وهي حفاضاته وهي لبسه، بياخدوه. طبعا بيكونوا بيعرفوها في قرابة، المهم بتروح بتوقف فيها على الإشارات، بتشق تيابه وفش اللفة وكذا، وحالته حالة والحليب مشرشر، عشان إيش؟ تستميل قلبك يا حرام هالبيبي الصغير. عدو لا هو ابنها ولا مرت من جنبه ولا بتعرف شو اسمه بجوز، أخذته حتى تروح التاجر فيه. أحيانا ما في ولد، أحيانا بتكون لفة لعبة وطالعة، ومين داري مين متبع. لكن قلوب الناس للأسف رهيفة، بدها تعطي. بعض الناس سبحان الله العطاء في قلبه بس بده يعطي، يقدم لله سبحانه وتعالى. ما منقول، برجع بقول نحن لا نتألى على الله ولا نتهم الجميع، لكن نتهم الأغلب للأسف، لأنها الآن غدت صناعة وغدت عصابات ومافيا التسول. نسأل الله العفو والعافية. المهم هؤلاء الأبناء رجعوا إلى أبيهم في العشاء يبكون، قالوا يا أبانا، يا هلا عرفتوا أبوكم، يا أبانا، يعني حتى كلامهم فيه إيش؟ تودد، تعطف، تحنن. الآن بدأوا في إظهار جانب الحمل الوديع، الآن بدأوا في إظهار الحب لأبيهم والاحترام. احنا قلنا لو بتحبوا أبوكم بحق كان ما ضيعتوا يوسف. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، ولكم يا البعد، مين اللي رايح يلعب، أنت ولا يوسف؟ شوف إنا ذهبنا نستبق، شو يعني نستبق؟ نتسابق. طب ما أنتوا قلتوا إحنا بدنا ناخذ يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني مين اللي لازم يلعب، أنتوا ولا يوسف؟ شو مالكم، جاوبوا، يوسف. لكن هم شو بيحكوا؟ يا أبانا ترى إحنا والله ما عملنا شيء، إحنا رحنا نستبق، ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يا يوسف اللي رايح يلعب قاعد عند المتاع، يوسف اللي راح على أساس إن له لناصحون، إن له لحافظون، ونحن عصبة، هو اللي صف حارس على المتاع بدل ما تحرسوه. شو هال، شو هالتخبيص هذا، شو عدا ما بدا، بس ما بقول به من وين لوين، ولكم أنتوا على أساس أخدينه ويروح يلعب، كيف تغيرت الآية الآن، صرتوا أنتوا لكم تلعبوا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، وكأنه أمر طبيعي يعني إنه إحنا نترك يوسف، أنتوا الكبار كل واحد فيكم قد الجمل راحين تلعبوا وتاركين الولد الصغير جنب الأكل والشرب وجنب المتاع، هذا دليل على الكذب ولا لا؟ أصلا هذا الحكي ما بنزل لا بميزان ولا بإبان، مثل ما بيقولوا الشوام، ما هيك، هذا الحكي تخبيص، المجنون يحكي وعقل يسمع، كيف ده تزبط هذه؟ طبعا هو كذب يعني لا يلامس الحقيقة في أي حال من الأحوال، لأنه لا يمكن كيف ولد صغير غلام خرج ليلعب بده يسكت ويصبر ويجلس جنب المتاع، كيف؟ اقنعني اقنعني يا عليم الله، أنت بتطلعه على البرية بدك تلحق وبدك تجيب 20 جني يلحق وراه للولد الصغير لما يطلع يلعب. انتوا فكركم يوسف عليه السلام هيك قاعد مثل ما بيقولوا بضميره، والله خلص اقعد جنب هذا واحنا رايحين نتسابق، شافهم بيلعبوا ضل هو اصلا فارقه معاه المتاع، ولا هو عارف قيمه المتاع يوسف عليه السلام؟ بعدين عدم المؤاخذه، شو المتاع اللي اخذينه معاكم؟ شو اخذين انتوا كنوز قالون بدكم حدا يحرسها؟ من وين لوين؟ طب رايحين نستبق قديش بدكم تمشوا يعني؟ قديش بدكم السباق؟ كم طوله السباق؟ فحجه واهيه، كذب لا يستقيم، والدعاء فشل،
فشل شنيع في محاولة إحقاق هذه التهمة أنه يوسف اتاكل من الذئب. قال وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب. بعدين شوفهم استعملوا شو نفس المخرج اللي أبوهم حكى لهم إياه، يعني حتى ما غلبوا أنفسهم إيش يجيبوا ادعاء جديد. يعني أبوهم شو قال لهم؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فهم إيش قالوا؟ فأكله الذئب. ولكم يا البعد أنا اللي حاكي لكم أنه أنا خايف يأكله الذئب. لا، فشو صار هم؟ قال فأكله الذئب. إحنا الآن بنحكي عن أبناء يوسف عليه السلام، هم انصلحوا وتابوا واستغفروا، لكن بنمشي إحنا مع حال القصة، أسأل الله المغفرة لنا ولهم. إحنا الآن قاعدين نتحمس، لكن لا نقصدهم بالإساءة، إنما نقصد الحدث، إنما نقصد الحالة العامة في القصة. فليعذرني البعض إن تجاوز في الكلام، ويشهد الله على ما في قلبي أني لا أقصد إساءة إليهم لأنهم تابوا وانصلح حالهم، إنما نقصد الحالة إن تشابهت مع واقعنا في بعض الظروف، أنه أنتم الآن عم تدعوا عم تكذبوا، هذا كذب واضح عيني عينك، لا يختلف عليه اثنان. فهم أخذوا التهمة، أو أخذوا عفوا المخرج الذي خاف أبوهم من خلاله على يوسف واستعملوا مكر شديد. خلاص أنت قلت أنه أنت خايف عليه من الذئب، هو بالفعل ترى الذئب اللي أكله، الذئب اللي أكله. إيش الكلام هذا؟ على الأقل جيب لك شغلة جديدة، اطلع برا الصندوق يا زلمة، فكر. لا، لكن خلص سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بده يوقعهم كما نقول. وما أنت بمؤمن لنا، شوف لسه هذه يعني ثالثة الأثاث كما يقول، يعني هذه إيش كانت الخاتمة، كانت القاصمة. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ونحن عارفين أن أنت ما حتصدقنا حتى لو كنا صادقين. طبعا كيف أصدقكم يا عمي بعد كل الحكي التخبيص هذا؟ وين أصدقكم أنا يا جماعة الخير؟ هذه الآية لحالها فضت القصة كلياتها، تخبيص مغمى على عيونهم، الله عامي على عيونهم، مش عارفين شو عم يشتغلوا. لا، وإيش هم مقنعين حالهم بهالحكي، وجاوبهم عشان يبكون من وين لوين. قال أول شيء حطوا يوسف عند المتاع وراحوا يستبقوا، بينما يوسف هو الذي ينبغي أن يلعب، وأنتم كلياتكم توفوا حرس عليه، هيك الأصل، لكنهم ما قاموا بهذا. هذا واحد. الأمر الثاني فأكله الذئب، استعملوا المخرج الذي وضعه أبوهم للخوف على يوسف. طب أنتوا الآن إذا أبوكم قالكم أنا خايف أنه يأكلوا الذئب، شو أول إشي بتخافوا منه على يوسف؟ الذئب. بتروحوا بتتركوه عشان يجي الذيب ويأكله؟ هو الذيب ماله إلا يوسف؟ الذيب بأكل غنمة، بأكل شاة، بأكل يوسف. يعني كمان لسه هذا يعني طعم كبير، بعد شوي راجعين بس بالقميص، طب وين بقية جسده ليوسف؟ يعني شو هالذيب هذا؟ الله أكبر، هذا ثور، هذا مش ذيب. الذيب إذا بده يأكل الإنسان، يعني معقول قعد يوم كامل هو يعض فيه وما صحي طوله؟ يعني مش فاهم أنا، يعني وين العقل؟ الذئب يأكل، قد يعتدي على الإنسان، لكن أنتوا عصبة يا بعدي، لو جاء وعضه بفهم والله عضه الذيب، لكن أكلوا الذيب وين راح في اللحم؟ الذيب كله على بعضه هالقد، يعني مش من الحيوانات الكبيرة اللي بتبلع بلع. لا، وبعدين حتى الذيب إذا بده يأكل إنسان بجوز يقضي يوم كامل هو بوكل في لحم الإنسان، يعني بيعض بيعض بيعض. وبعدين طب أنتوا وين كنتوا كل هالمدة؟ هاي السباق بيروح وبيجي، بعدين أنتوا 11 واحد كنتوا تسابقوا كلكم بنفس الوقت، يا أخي قسموا حالكم. فناكتة تمام، ما بتنطلي على أحد. وهم عم بيحكوا مع مين؟ عم بيحكوا مع نبي يعقوب عليه السلام، نبي مش إنسان عادي. فهم أنا لا أدري أي جهالة هذه التي في عقولهم التي أوحت إليهم أنه بإمكانكم أن تنطلي هذه الادعاءات على أبوكم. كيف؟ مش فاهم. هذا نبي، والنبي لا يمكن أن يغفل عليه، يعني تضحك عليه ولا أنك تمشيها عليه. هذا نبي مرسل، هذا نبي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. وما أنت بمؤمن لنا، هذه الثالثة، أنه إحنا عارفين أنه ما حتصدقنا، شو ما حكينا ما حتصدقنا. إيه والله ما بصدقكم، طبعا ما بصدقكم، لأنه هذا الكلام لا يعدو كونه كاذبا بواحا، كاذب بواح لا يشك فيه اثنان. ثم قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، حتى تكمل. شوف يابا، هاي القميص، هم قدروا يجيبوا القميص لكن ما قدروا يجيبوا بقية الجسد، شايف يعني؟ بعدين هو الذيب لما أكل، لا لحظة هذا قميص شيله على جنب خليني، شو التخبيص هذا؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. أسألكم سؤال منطقي، الذيب لما بيأكل بيفرق بين القميص وبين اللحم، ولا بيشيل القدام والأخضر واليابس؟ شو رأيكم؟
لحظة شوي فك الإزرار شو التخبيص هذا؟ قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله قال بدم كذب يعني بدم لا ينسب ليوسف، هذا دم جدي ولا خروف ولا، وما حيصعب عليكم. قال جابوه وقصوا القميص من يمين ويسار، يعني يفترون الفرية، بدهم يكملوا الفيلم، هم يمثلون بدهم يكملوا الفيلم، فجابوا شوية دم وحطوه على القميص وشقوا القميص ومزقوه هكذا من اليمين ومن اليسار. شوف يابا هاي القميص، ترى قميص يوسف مليان دم، وأجوا في الليل. كمان يعني قال يوسف مجهز حاله، قال عشان يا هلا بالذيب. هذا فيلم ثاني، هذا فيلم ثاني. شوف الظلم هذا كمان صحيح، انه انتم مش بس اكتفيتوا انكم حطيتوا يوسف في الجبلة واخذتوا قميصه كمان، يعني قعدتوه في البرد الله اعلم في ظلمة الليل من غير قميص. شوف يا لطيف، اي ظلم هذا، اي كبر، اي اعتداء، يعني ما في اي معنى من معاني الأخوة في تلك اللحظة بين هؤلاء الإخوة وبين يوسف عليه السلام. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. لأن أبوهم بعد ما سمع كل الحكي هذا معقول يصدق؟ إحنا وياك قعدنا نضحك، ليش؟ لأنه قال كيف بتبين الكذبة؟ قال من كبرها. كيف تكتشف الكذبة؟ من كبرها. لا زودتها يا أبو فلان، زودتها خلص كثير كثير، يعني ما عادش شو هالحكي الفاضي. الواحد يعني إذا بده يكذب كذبة شوي ممكن تنطلي على الناس، أما والله مزودها كثير كثير تأخذها. فيعقوب عليه السلام قلنا أنه نبي مرسل ولا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الأمور عليه صلاة الله وسلامه. فإيش قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. شوف حتى أدبه كنبي مع أبنائه، ما قال لهم لا والله كذابين أنتم الكذا والكذا، لا، قال بل سولت. بل هذه نفت ما قبلها، نفت كلامهم، لا الكلام ليس كما تقولون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت لكم أنفسكم أمرا، ما قال سولت لكم أنفسكم أن تفعلوا الكذا والكذا، ما في، تركها منكرة. قال لما؟ قال للتهويل، للتعظيم، لأنه الله أعلم إيش عملتوا فيه. قال بل نفت ما قبلها وأثبتت ما بعدها. نقربها، دخل محمد بل أحمد. شو يعني محمد أجا؟ ما أجا. ليش؟ لأني نفيت أنه محمد أجا، أثبتت أنه أحمد. دخل محمد بل أحمد، لا مش محمد، معناته اللي دخل أحمد. وهذا نفسه ينطلي على هذه الآية، ينطبق على هذه الآية، ينفي كل الكلام اللي قالوه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وكأنه يقول أنتم كذابين، لكن يقولها بأدب ضمنيا مفهومة، يقولها بأدب. سولت بمعنى زينت لكم أنفسكم، سهلت لكم أنفسكم أمرا، تركها منكرة للتعظيم. إما قتلتوا أو اغتلتوا أو نفيتوا أو بعدتوا أو بعتوا أو تركها هكذا مفتوحة. طيب، فصبر جميل. شوف هم كان هدفهم في البداية إيش؟ يستميلوا قلب أبوهم، لكن رب العالمين لا، ما أعطاهم هذا الأمر. لم يجدوا من أباهم إلا النكران، لم يجدوا من أبيهم إلا النكران وإلا العزلة، وهكذا عافهم وخلص ما عاد في ميل قلبي لهؤلاء الأبناء أبدا أبدا أبدا. خسرت يوسف، كلكم ما لكم قيمة. شوف كيف سبحان الله جاءت النتيجة على عكس ما يتمنوا. هم كانوا يفكروا إيش؟ إنه إذا راح يوسف خلص إحنا منصير الموجودين قدام عيونه، ما إله غير يحبنا. لا، الحب مش هكذا. لما ذهب يوسف انتزع الحب كله من قلبه، انتزع الحب كله من قلبه، ما عاد يحب حدا. راح يوسف، شو بيقولوا؟ راح الغالي فلا أسف على رخيص. راح الغالي فلا، راح يوسف خلاص، راح يوسف، راح الحب مع يوسف. وإلا قلنا لو كانوا أذكياء بحق لاستمالوا قلب أبيهم من خلال حبهم ليوسف، من خلال حبهم لما يحبه أبوهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يا سلام، فصبر. أنا أمري لله، أنا أسلم الأمر لله، لأنني لا أقتنع قيد أنمل بالكلام الذي ذكرته وبالافتراء الذي ادعيتمه، إنما أسلم أمري إلى الله، والله تعالى يصبرني. فصبر جميل. شو معنى الصبر؟ قال هو حمل النفس على تحمل ما تكره. الصبر حمل النفس، يعني تجبر نفسك إنك تصبر وتتحمل حتى أنت مش حابه،
من يحب الموت؟ من يحب المصائب؟ من يحب الفقر؟ من يحب الاعتداء؟ من يحب التشريد والتجميع؟ حد. لكن إن حصل تحمل نفسك على الصبر، يا رب الحمد لله، تتعامل مع هذا الأمر وترغب بما عند الله سبحانه وتعالى، وتؤمل النفس بما عند الله سبحانه وتعالى، حتى بالفعل يأتيك الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنما النصر مع الصبر، إنما النصر مع الصبر. بدك تنتصر على كل هذه الابتلاءات وعلى كل هذه الاعتداءات وعلى كل هذه المصائب، بدك شو؟ بدك صبر. والصبر أجره عند الله تعالى مفتوح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هو قال فصبر جميل، يعني اختار أعلى وأحسن مراتب الصبر، إنه أنا بدأ أصبر وصبري سيكون أحسن مراتب الصبر، لأنه الجمال فعليا كلمة جميل توصف فيها الأشياء الأحسن في مكنوناتها، مثلا ضمن فئتها نقول هذه أحسن إيش، أو هذه أجمل ماء مثلا، فشو صفت؟ هذه أجمل ماء بين عدد من المياه. منقول هذه أجمل امرأة بين مثيلاتها من النساء، هذا أجمل رجل بين مثيلاته أو بين أمثاله من، ما منقول مثيلاته، بين أمثاله من الرجال، هذا أجمل هاتف مثلا بين الهواتف، وهكذا. فقال صبر جميل، أي أن هذا الصبر الذي سأصبره أنا هو أجمل وأحسن أنواع الصبر. على فقد الولد، تصبر على فقد الولد، وقد ثبت في السنة أن الإنسان الذي يفقد ولده أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تبني له بيتا في الجنة، قال ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، الذي يصبر ويسترجع عندما يموت ولده. الحديث ربما فيه شيء أظن درجته حسن على أقل تقدير، لما؟ لأن هذا الصبر هو أجمل، هذا الصبر أجمل من غيره بل أحسن وأرقى. قال والله المستعان على ما تصفون. كلمة وصف في القرآن الكريم تأتي مع الكذب، كلمة وصف تصفون، هنا قال وتصف ألسنتهم الكذب، هنا قال والله المستعان على ما تصفون، على ما تدعون من الكذب، افتراء. ويعلم أنه كذب ويعلم أنه افتراء، لكن لا يعلم حقيقة الأمر بعد يعقوب عليه السلام. لكن يكفينا أن الله سبحانه وتعالى أرشده وعرفه وعلمه أن هذا الذي قاموا به إنما هو فتنة وخيانة، لذلك ما مال قلبه لهم أبدا أبدا أبدا، قلبه ذهب مع يوسف عليه السلام. ولعلنا في المرة القادمة نتحدث في أمر أنه يعقوب عليه السلام أحب ولده حبا شديدا فأخذه الله تعالى منه في هذه الحادثة. إبراهيم عليه السلام أحب ولده حبا شديدا وجاء على كبر فأمره الله تعالى أن يذبحه. زكريا عليه السلام كان عاقرا فرزقه الله يحيى فتعلق به فذبح. كل ما تتعلق في شيء تعلق شديد 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 الله سبحانه وتعالى يسلبه منك، حتى ما تتعلق في شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.